من الأذية التصوير، لأنك إذا كنت تصور التصوير الفوتوغرافي فهذا حرام وتؤذي قلوب المؤمنين على الأقل الذين يعتقدون الحرمة. يتأذى المؤمن عندما يرى أخاه يصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وهو يعتقد أن هذا حرام. ومن جهة أخرى أن الغالب أنك لا تصور نفسك فقط بل تصور غيرك، وهذا لا يجوز حتى لو كان يعتقد الجواز إلا بإذنه. وكذلك إذا كان بالفيديو يصورون أحيانا بالهاتف الجوال متحرك، هذا أيضا تصوير للناس لا بد فيه من إذنهم، حرام بدون إذنهم. فهذا الأذى المعاصر من الأذى الذي يقطع الفضل، وأقبح منه التصوير في أثناء الصلاة. وأثناء الجمعة، أثناء الخطبة يصورون. ومن القبيح جدا التظاهر بالعبادة للتصوير. نرى بعض الناس يقف في الساحة التي أمامنا ويعطي الجوال لآخر يقول صورني، ويرفع يديه يعني إني أدعو، هو ما يدعو. الإنسان لو عمل العمل الصالح يخفيه، فكيف يتظاهر بالعمل الصالح ليصور؟ واليوم ابتلوا بالنشر، صور نفسه يدعو، وربما يعني دعك عينيه حتى خرج الدمع وكتب لحظات خاشعة في مسجد رسول الله. اللهم صل وسلم. بلاء، بلاء مبين وشر مستطير، أذية